سودەکانی بێدەنگی و کەم قسەکردن گەلێک سوودی تایە بۆ یە زانایانی وەکو ئیبن ئەبی دونیا کتێبی داناوە لەبارەیەوە بە ناوی کتاب الصەمت ئیمامی سویتیش هەروەها كم قصة كردن فرماني خوايا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فمي أمرت أن أتجوز في القول فرمانا بيكرا وقسم لسر هرشتيا كرب بكورتي قصي لسر كم شنك أو خير لودايك أو بكورتي قصب كيلو باس هذا وهر خويشي كان طويل الصمت بيدنبو زور كم قصي أكرت قصشي بكر دايا إلا فيما يرجو ثوابه تنها لو أنا ذاك أميدي أويها بك سودي شهبه إلا فيما يعنيه إلا قسيل واناكر كبيواندي راس لخوي بوهايا لبروا كان يكثر الذكر ويقل اللغو في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسي زور كم ذكر بلان بردوام ذكري خوايك في أصالحان الصحابة شهر لبيغمر وأوفر بنا وصفتين وعمار كرياسر كان طويل الصمت طويل الحزن أو صحابة برزا بردوام غنبار بو بردوام بيدنك بو مقدر ذكري ذكر قصي ناكر قصي ناكي ويست أبو دجانا فرمي كنت لا أتكلم إلا فيما يعنيني أو شتي بيواندي بمنو النبو بي لجيان ما قسم لباري ونكر أخوان لرازي دي. أبو حنيفة شيبو كان طويل الصمت كثير العقل بيعيش زور جيربو بلام زور كم قصة يكرت قصة شيب كرد آية قصة بيويسي ذكرت وهلوها إبراهيم كري أدهام أفرمي كان يطيل السكوت دائما بيدنقو بلام ذكر يكر يعني قصة نا بيويسي نكرو